اهلا وسهلا فيكم من جديد. دراسه اجرتها منظمه العمل الدوليه عام 2013 على قطاع التعليم والصحه وجدوا انه في هناك فجوه كبيره في الاجور مقارنه بين الرجل والمراه العاملين بنفس المجال، ايضا من حيث قيمه العمل. يعني في هناك احيانا السيده تكون حاصله على شهادات افضل وتعمل باوقات اكثر من الرجل، ولكن لا تزال الفجوه موجوده. عشان هيك ارتأت مجموعه من المنظمات المؤسسات وايضا الحملات والمبادرات لحتى يشتغلوا اكثر للمطالبه وايضا للحشد الشعبي للمطالبة بالإنصاف بالأجور بين الرجل والمرأة، وبالتحديد للعاملين بقطاع التعليم. رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، عن العقد الموحد، آخر الإنجازات اللي وصلوا لها بهذا المجال. بداية نرحب بأستاذتنا ريمان الشواهين، عضو الفريق المؤسس لحملة قم مع المعلم. أهلا وسهلا فيك. وأيضا بأستاذ إيمان عكور، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني رح أبدأ من حيث الدراسة اللي ذكرتها ميس. يعني كان في فروقات واضحة من 2013 وصلت ل 45% كرواتب في قطاع التعليم، فمن هون خلينا نحكي بدأ عملكم، شو ارتقيتوا بعد هاي الدراسة؟ تفضلي. صباح الخير جميعا. بداية قبل ما نتحدث عن الدراسة لابد انه يعني نحكي ليش احنا عملنا هذه الدراسة. نعم. هلا بال 2011 الأردن أسس لجنة الأردنية للإنصاب بالأجور، وكانت هذه من الإجراءات اللي أخذتها الحكومة الأردنية حتى تتماشى مع مصادقتها لاتفاقية 100 و111 الخاصين بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل. نعم. طبعا اللجنة تأسست وبدأت مجموعة من الإجراءات، وكان في مقدمة ذلك هذه الدراسة في قطاع التعليم الخاص تم اختياره للتركز المرأة في هذا القطاع تحديدا. وبعد الدراسة الميدانية وجدنا أن فجوة الأجور تصل أحيانا إلى 45% بين المرأة والرجل. طبعا الفجوة كانت في الأجور، ولكن أيضا وجدنا أنه في تجاوزات أخرى غير الأجور. يعني أنه إحنا في عنا مشكلة أساسية في قطاع التعليم الخاص من حيث الانتهاكات الخاصة بقانوني العمل وقانون الضمان الاجتماعي. فلما نزلنا على الميدان وجدنا أنه في مشاكل عديدة بيواجهها هذا القطاع. نعم تمام. يعني ايضا انا هون حابه اذا بدنا سريعا نحكي، يعني ستنا ريمان عن زي ما حكت الست ايمان انه اكثر نسبه تدني بالاجور يمكن هي كانت بقطاع المدارس الخاصه اكثر من المدارس الحكوميه. الجهود اللي انتم قدمتوها وعم بتقدموها منذ بدايه صدور هاي الدراسه كانت على مختلف محافظات المملكه، لكن الفجوه اللي كانت كبيره جدا والمشكله اللي كانت كبيره بشكل يعني مبالغ فيه من ناحيه الفجوه بالاجور بين الرجل والمراه كانت بمدينه اربد. فمن هون انطلقتوا بحمله قم مع المعلم، وانت ايضا كنت يعني من المؤسسين لهاي الحمله، فاحكي لنا اكثر عن الجهود اللي قدمتوها. نعم عزيزتي، احنا بلشنا بحمله قم مع المعلم مدينه اربد لانه فعلا هي المحافظه الثانيه بعد عن مدينه عمان اللي لاقوا فيها اكبر قطاع بيشتغلوا فيه المعلمات من قطاع النساء، وهنالك كان في انتهاكات بحقوقهن وبالاجر، كان اجورهم اقل من الحد الادنى. واحنا لما بلشنا بالحمله كنا لنا 3 سنين، بلشنا كان الحد الادنى هو 190، وهلا طبعا ارتفع الحد الادنى صار 220. احنا الفريق بيشتغل تحت مظله لجنه انصاف الاجور من وزاره العمل والضمان الاجتماعي، بدعمنا منظمه العمل الدوليه وبدربنا مؤسسه اهل للتنظيم المجتمعي. الفريق منظم عنده اجتماعات منظمه من اصحاب القضيه، بيحاول يوصل للهدف اللي هو توقيع العقد الموحد، وانه اصحاب المدارس ما يتجاوزوا انتهاكات وحقوق بحقوق المعلمات، وعلى الاقل اعطائهم الحد الادنى من الاجور. لكن واحنا اشتغلنا كثير خلال هالثلاث سنوات وكان عندنا انجازات عديدة. تمام. يعني لجنة إنصاف الأجور تترأسها وزارة العمل بالتعاون مع النقابات المعنية، نتاج تقريبا سنة عم نحكي صار في عنا العقد الموحد. رح تحكي لنا عنه أكثر تفاصيله، لكن رح نشوف مع بعض فيديو ترويجي للتوعية هيك بشكل مبسط لكل سيدة عم بتتابعنا، أنه لما توقع هذا العقد قديش بترتب عليها ورح يكون من حقها مجموعة من الحقوق المنصوص عليها. خلينا نتابع. إنه بالفصل الصيفي ما في راتب ولا ضمان اجتماعي لمعلمات المدارس الخاصة. ليش؟ مش أنت وقعت العقد الموحد بينك وبين المدرسة وجددوا لك على آخر السنة الدراسية هيك بطلع لك؟ صحيح وقعت،
بس وقت التجديد وقعت معها مع استقالة. العقد الموحد في أول مرة بتكون مدته 10 شهور، ولما يتجدد في آخر السنة الدراسية بصير مدته 12 شهر، شامل حقوق الراتب والضمان الاجتماعي كاملة عن شهور الصيف. أي ضغوطات عشان تتنازلوا عن حقكم لازم ترفضوها وتخبروا مديرية العمل في منطقتكم، وهم بيتعاملوا مع الموضوع بسرية. طيب إذن هذا فيديو توعوي كان هو معمم لجميع المعلمات العاملات بالقطاع الخاص، موجود من قبل العقد الموحد لكن تم عليه بعض التعديلات مع بداية هذا العام، فاحكي لنا أكثر عن أهم التعديلات اللي اشتغلتوا عليها وهي تضاف إلى الإنجازات اللي عم بتقدموها بهذا المجال. طبعاً إحنا فخورين جداً بهذا العقد الجديد بالامتيازات الجديدة. بنحب نحكي إنه إحنا لجنة الإنصاب بالأجور، يعني قبل ما يطلع هذا العقد الموحد كان في اجتماعات أو حوار اجتماعي مع الجهات ذات العلاقة، وإحنا فخورين بإنه يعني يعتبر من أفضل الاتفاقيات الجماعية القطاعية اللي تم إخراجها في الأردن، وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لهذا القطاع. طبعاً الحوارات الوطنية اللي أشرفت عليها اللجنة الأردنية للإنصاب بالأجور واللي سبقت خروج هذا العقد إلى النور كانت مع النقابات المعنية، مع المجتمع المدني، وبعد حوار بحدود 7 أو 8 شهور أجرينا مسودة قدمناها للجهات ذات العلاقة، وطبعاً الجهات ذات العلاقة اللي هي كانت شريكة معنا في صياغة هذا العقد أو هذه الاتفاقية الجماعية اللي هي نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، توج بإصدار هذا العقد. وبعد إصدار هذا العقد اللي هو فيه جملة من الامتيازات الجديدة اللي ما كانت موجودة بالعقد القديم، طبعا في مقدمة هذه الامتيازات هو علاوة معلم، هذا شيء جديد نوجد بهذا العقد ومقدارها 10 دنانير. ممكن يكون الرقم رمزي ولكن خطوة للأمام إنه في شيء يخصص بالنسبة للعقد وللمعلم، إنه في شيء اسمه علاوة معلم. أيضا علاوة سنوية كانت 3% في هذا العقد أصبحت 5%، علاوة خبرة 5 دنانير في حالة الاستمرار في نفس المدرسة أو 3 دنانير في حالة الانتقال إلى مدرسة أخرى. وفي مقدمة طبعا كمان هذه الامتيازات موضوع التحويل البنكي للأجور إلا في حالة أنه العاملة رفضت هذا الشيء ووقعت خط بأنها لا. الضمان الاجتماعي أيضا صار منصوص عليه، هلا الضمان الاجتماعي موجود من الأساس، لا يجوز يعني منظومة الشمول بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أي مؤسسة لو فيها عامل واحد لازم تكون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فهذا يعني حق. لأنه في بعض المدارس إحنا بنشوف أول إشي ما بتتقيد بالحد الأدنى للأجور، يعني هو المفروض 220 بالزبط. إذا عم نحكي عن زيادة المعلم 230 حتى الحد الأدنى ما بيلتزموا بالضمان الاجتماعي بالزبط. ما بيلتزموا بتحويل بالزبط. الراتب فهون بدي أنتقل لك، عم نحكي عن خبرة 18 سنة، يعني أكثر وحدة يمكن قادرة إنك تحكي بلسان المعلم، شو عم بيكون في انتهاكات بخصوصهم وقديش هذا العقد ملزم صار لأصحاب المدارس الخاصة؟ بداية إحنا أصلاً لما بلشنا بالحملة كانت نتيجة الانتهاكات اللي بيمارسوها أصحاب العمل أصحاب المدارس على هدول المعلمات بحقوقهم، وإحنا حكينا ما بدنا كافة الحقوق على أقل الأجر اللي هم يوصلوا للحد الأدنى من الأجر. واجهنا تحديات عديدة صعاب ما بتتخيلي قديش حجمها، أثناء حشدنا لهدول المعلمات حتى داتا بيس ما إلهم، إحنا عملنا لهم داتا بيس وهذا أول إنجاز إلنا، عملنا صفحة فيسبوك خاصة بالمعلمات، وهلأ ب 2017 صفحتنا صارت مرجع قانوني بتحكي المعلمة وبسرية تامة قضيتها وبنشبكها بكافة مناطق المملكة، بنشبكها مع المفتشين، أحيانا بنعمل مفاوضات بدون اللجوء للمشاكل، إحنا بهمنا الحل ما بهمنا، إحنا دائما إنه نحط صعاب ونحط مشاكل ونصل للقضاء، لا إحنا بنمشي خطوة خطوة. وكانت هاي أكبر إنجاز إن اللي وانتم مكنتوهم كمان قانونيا طبعا صح؟ إحنا عملنا أول إشي إحنا تدربنا عملنا ورشات عديدة مكننا فيها أنفسنا بالقانون بالتفاوض بالتيسير بالتمكين كيف نواجه الأشخاص، شبكنا من خلال تمكيننا مع القطاع بالضمان الاجتماعي وزير العمل دائرة بالأعيان مجلس الأعيان مجلس النواب، شبكنا مع قطاعات عديدة يدعمونا من بعدين إحنا بلشنا نحشد هدول المعلمات ونوعيهم بحقوقهم القانونية. إيش اسم صفحتكم على الفيسبوك لأي من المعلمات؟ مع المعلم. قم مع المعلم. طيب أيضا في إنجاز جميل قدمتوه هو الحملة الإلكترونية اللي قمتوا فيها حشدتوا 4000 معلم، احكي لي سريعا عنها. الحملة الإلكترونية هي بلشت الشهر الماضي كانت مدتها 4 أيام، يعني ما تتخيليش قديش حجم الشغل اللي كان خلال 4 أيام ليل نهار 24 أور كانت.
استخدمنا كافة وسائل التواصل الاجتماعي، كان هدفنا راتبنا بالبنك مش من تحت الطاولة. الهدف إنه نربط راتب المعلمة بتحويل راتبها للبنك مع تراخيص المدارس. ركزنا بصراحة، عملنا ستريس بكافة التواصل الاجتماعي على الجهات المختلفة، بس إحنا ركزنا على وزير التربية والتعليم. حتى إحدى تغريداتنا في ليلة، ضلت طول الليلة تغريدات على التويتر لعطوف معالي وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، أجابنا الساعة 7 صباحا نعم يجب تحويل راتب المعلم للبنك، أنا معكم مش ضدكم، لكن الأمور بدها. وإحنا هلأ عم بنجهز على فكرة على لقاء مع معالي عمر الرزاز في قيد هذه الأمور، وحاب أحكي لكم إنه إحنا مستمرين. بتمنى الحمد لله الخوف بلش يروح من فئات كثيرة من المعلمات، بس بتمنى، وهي رسالة أنا بوجهها لقطاع التعليم الخاص، إحنا مش ضد أصحاب المدارس، إحنا معكم. العملية التعليمية بتقوم على المعلم طبعاً. إذا عملنا للمعلم بيئة آمنة للعمل طبعاً. أكيد هذا رح يسبب رفاهية للمجتمع ورفاهية لصاحب العمل صح. إحنا مش ضدكم، إحنا معاكم نعم. وبتمنى من كل معلمة تعرف حقوقها إنها تحاول تحصل عليها، ما تضلها ساكتة. صح 100%. الختام يعني إيش بتحب توجهي كلمة، وخصوصا أنه كان في تجاوب نقدر نحكي من وزير العمل من وزارة التربية والتعليم، وقديش لازم نوصل رسالة أنه تحديداً لأصحاب المدارس الخاصة أنه إحنا إذا التزمنا بهالعقد وكان بالفعل في تعاون، إحنا بالآخر عم ننهض بعملية التعليم ببلد بأكمله. هلأ إحنا لجنة الإنصاب بالأجور يعني حكينا أنه في كثير من الانتهاكات اللي بتصير في قطاع التعليم الخاص، لكن برضو في يعني إضاءات يعني في بعض المدارس الملتزمة. وبنحب كمان نحكي أنه إحنا أجرينا الدراسة لمجموعة من المدارس في إربد 30 مدرسة، ورح نحتفل قريبا بالمدارس الملتزمة، وبرضو رح أجرينا تدريب لنظام أجور عادل لبعض المدارس اللي رح تكون متميزة، ورح نحتفل فيها قريبا بداية السنة القادمة إن شاء الله. طبعا جهودنا مستمرة كلجنة إنصاب الأجور من خلال وزير العمل، وزير التربية والتعليم والضمان الاجتماعي. زي ما حكتنا ريمان، إحنا يعني بنحضر لقاء يعني يكون في معظم المعنيين بهذا القطاع، بنحضر لأنه نوجد شبكة علاقات قوية، يعني ممكن تكون من خلال مذكرة تفاهم، من خلال قنوات تواصل، حتى يكون في عملية ضبط وعملية تنظيم لهذا القطاع، ويكون في عدالة يعني قد ما نقدر. الجهات المسؤولة عن الرقابة على هذا القطاع تأخذ دورها، بحيث إنها يعني تدافع عن الجهات اللي بتتعرض للانتهاكات بشكل قانوني وبشكل يحقق المصلحة للجميع. يعني فعليا جهودكم مشكورة على كل ما تقدموه. دائما احنا نطمح انه المعلم هي تكون يمكن هالقطاع هو اكثر قطاع يكون منتفع من اذا بنحكي من الرواتب وايضا العلاوات والامتيازات. احنا ختاما بنتشكركم، شكرا لكم ويعطيكم الف عافية. شكرا لحضوركم معنا.